اوكي يلا نراجع الالفابت. ايش هو الاحرف والكلمات اللي علمت لكم اياهم؟ وايرلس يوزر نيم. شو يعني؟ يعني شو اسمك؟ What's your name؟ جي باركينج باركينج. ايش يعني؟ يعني حفلة حفلة. شو هاد؟ مين علمكم هيك انجليزي؟ شو مال انجليزياتهم يا اختي؟ انجليزي فلاحي من قضى نيويورك باستراليا. وين الدكتور شاكر؟ من الصبح ما شفناه. شو اللي ما شفناه؟ قوم دوروا عليه هذا ما بينش فيش راتب اخر الشهر. قوم يا كبير قوم. انت مين؟ انا الدكتور شاكر. اثبت لي. ولك افتح لي يا تشي، مين بدي اكون يعني؟ ما بعرف، ممكن تكون عميل استخبارات امبريالي. طيب مش عارف صوتي؟ خالي فرناندو. ولك مين فرناندو؟ افتح الباب. عذرا، لا أستطيع بدون إثبات. وكيف يمكن أثبت لك؟ احكي لي الاسم الرباعي لفيدل. وأنا شو بده يعرفني بالاسم الرباعي لفيدل؟ ولك افتح الباب. فيدل